أعوذ بالله السميع العليم الله يهرن باتين بجزان بسم الله الرحمن الرحيم جاءتنا القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيه جلس الرحيم لتنزر قيما ما انزر فاهم فهم قابلهم لك تقل قل على اكثرهم فهم لا يؤمنون إن جان بأهلهم أهلا فهي لزقان بهم مطمئون يجعل ما من بين أيديهم سدا لمن حولهم سدا وأكشينا بهم فهم لا يؤمنون بسم عين علي ما أنزلتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين على أشرف نور جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأولادهم وأستاذهم الشهيدين الفاتحة dinle geçmişlerin ruhlarına sanırım.